أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج القوس الثلاث 2 مارس 2021. تخلص من مشاكلك اليومية التي تتعلق في الأساس بالماضي. تحرر من المضايقات أيضا التي عكرت حياتك منذ زمن. قم بإنهاء جميع الأعمال المؤجلة وتخلص من جميع الالتزامات القديمة التي لم تعد متعلقة بك. عاطفيا، ينتقل فينوس إلى برج العقرب فتضطر إلى تغيير مكان إقامتك أو إلى ترك منزلك مؤقتا ومواجهة بعض الأمزجة المتعكرة حولك. مهنيا، تعيش يوما مميزا ومناسبا لتحقيق أصعب وأهم الأهداف مع انتقال القمر إلى برجك الذي يقدم لك مصالحات وتسويات أسفار أو تشارك في حملة أو ورشة عمل وتعزز موقعك. صحيا، التمارين الصباحية مفيدة قبل تناول الطعام أو أي مشروب منبه ثم الانطلاق إلى العمل بنشاط.